أهلا بكم طلبة وطالبات سنة تالتة إعدادي، معكم مستر نسيم. النهاردة هنبدأ مع بعض Unit 2 Lessons 3 and 4. هنبدأ الأول بالvocabulary أو الكلمات أو المفردات. أول كلمة عندنا اسمها living things. living things معناها إيه؟ معناها كائنات حية. هي مش دقيقة جدا، لأن things معناها أشياء، يعني حاجات حية يعني، إنما كائن حي معناها إيه؟ معناها living being، أو نستخدم كلمة being معناها إيه؟ معناها كائن. ماشي؟ اللي بعدها tremble، ال be silent ما بتتنطقش، tremble معناها يرتعش، tremble. leaf معناها ورقة، بس ورقة شجر جمعها أوراق، لأن كلمة paper معناها ورقة، بس إيه؟ ورقة كتاب. paper paper معناها ورقة كتاب، إنما دي ورقة إيه؟ شجر، ورقة شجر. die معناها يموت، و dying جيرن منها اللي هي بيموت دلوقتي، اوكي؟ اتس داينج يعني هي بتموت، الشجره مثلا. لاست يعني ايه؟ الماضي، او معناها يدوم. لما يكون بمعنى فعلي يبقى ايه؟ يبقى لاست يعني يدوم فور، ات لاست فور كذا مثلا، فور تو ييرز يعني تدوم لسنتين. كلمه ريلايز او ممكن نكتبها بالاس وتبقى نفس السبيلنج نفس النطق. أقول realize، الاثنين realize معناها يدرك، تنفع بالاس أو بالذات. shake معناها يهز، okay shake. summary معناها تلخيص أو ملخص، ده اللي بقى في آخر إيه؟ في آخر النوفل أو في آخر الكتاب بيديك summary عليه عشان يديك فكرة عامة عن إيه، عن اللي حصل فيه. character معناها شخصية، بس هي شخصية في قصة أو في كتاب أو في مسرحية. include معناها إيه؟ يتضمن. describe معناها يصف، والنوم منها لما نجيبه نغير الـ be for book لـ p for pen. description describe description معناها إيه؟ معناها وصف. اللي بعدها كلمة novel معناها رواية، عشان كده لما اتكلمنا قلنا character، character في اشكال كاف في novel في رواية. adventure stories معناها ايه؟ معناها قصص مغامرات. okay. detective stories معناها قصص ايه؟ بوليسية، لان فيها ايه؟ تحقيقات وفيها جرائم وكده، فاسمها detective stories. mysteries معناها الغاز، جمع لغز. mystery معناها حاجة غامضة. ماشي. historical stories معناها قصص تاريخية، ودي اللي بتحكي حاجات في التاريخ. okay. بعد كده عندنا كلمة story معناها قصة أصلاً. someone معناها إيه؟ شخص ما، ودي بتتعامل على معاملة المفرد someone. novelist معناها كاتب روائي، يعني روائي اللي بيكتب novels اللي هو بيكتب الروايات. towards يعني اتجاه. desert معناها صحراء. finally يعني أخيراً. somewhere يعني ايه؟ يعني في مكان ما. excited يعني متشوق او منفعل، excited لحاجة. كلمة still معناها ما زال. confused يعني متحير. suddenly يعني فجأة. frightened يعني مرعوب او خائف، بتساوي كلمة ايه؟ afraid يعني خائف. something يعني شيء ما.
أقولهم تاني بسرعة. To read someone, novelist, towards, desert, finally, somewhere, excited, still, confused, suddenly, frightened, something, afraid. واللي قبلهم بسرعة. Living things, leave, leaves, tremble, die, dying, lost, realize, shake, summary, character, include, describe, description, novel, adventure stories, detective stories, mysteries, historical stories. دول الفوكابيولري بتوعنا. هنكمل بس في كام كلمة كمان. كل ما يبقى عندنا ثروة لغوية أكتر، عندنا مفردات أكتر نحفظها ونعرفها، تبقى أسهل بالنسبة لنا فهم اللغة كويس. بس أنا ما بحبش نظام الحفظ إن أنا أمسك الكلمات وأقعد أكتبها waiter waiter كده، ما ينفعش. أنا أحب إن أنا وأنا بذاكر أكتب كل حاجة أنا بذاكرها، من كتر كتابتي في الكلمات أنا هحفظها أوتوماتيك. هقول لكم إزاي بس في آخر الدرس. كلمة waiter معناها جرسون، أو بالعربي نادل، مش نادل، نادل. move يعني إيه؟ يتحرك. shy معناها خجول، بيكسف. the same way as يعني نفس الطريقة ك، بنفس الطريقة اللي حد عمل بيها حاجة. care معناها يهتم. clever معناها ماهر أو شاطر. alone معناها وحيد أو lonely. light معناها ضوء أو مصباح. okay. كلمة quite معناها تماما، ودي دايما بتيجي قبل ايه؟ قبل صفة تانية. quite hot، quite hot يعني حر تماما. quite happy يعني سعيد تماما. express معناها يعبر عن. expressions معناها مصطلحات، لان ممكن express معناها يصطلح يعني يكتب اصطلاح. feelings معناها مشاعر. points معناها نقاط. abroad معناها في الخارج يعني بره الدولة يعني، ماشي؟ مش في الخارج يعني بره البيت، لا في الخارج يعني بره الدولة. text معناها نص، مش نص، لا نص، يعني أنا بكتب نص في الكتاب. play معناها مسرحية، وينفع معناها يلعب، انتوا عارفين طبعا. worried يعني قلق أو قلقان. return معناها يعود. scary معناها مخيف. care معناها مهتم. driving test يعني اختبار قيادة. آخر حاجة اللي هي acquire، كلمة جميلة خالص، معناها مالك الأرض الإقطاعي. يعني إيه إقطاعي؟ كلمة إقطاعي ده كان شخص بيمتلك مساحة ضخمة من الأرض، يعني مثلا 500 فدان أو 1000 فدان، ويبدأ يشغل الناس عنده ويديهم أجرة بسيطة. ده كان زمان نظام الإقطاع، كان كل واحد بياخد مساحة ضخمة كده ويقعد عليها والناس التانية ما معهاش حاجة. تعالوا نقولهم بسرعة تاني. أول كلمة waiter. move shy the same way as care clever alone light quiet express expressions feelings points abroad text play worried return scary carer driving test squire. okay.
طيب تعالوا بعد كده عندنا في حاجة اسمها conjugation of verbs أو تصريف الأفعال. أفعال مهمة جدا بالذات الـ irregular الغير منتظمة لأنها بتختلف في تصريفاتها. أو الفعل sell sold sold معناها يبيع. blow blew blown blow معناها ينفخ أو يهب مع الريح. لو أنا بنفخ حاجة blow، لو الريح بتهب يبقى blow. تمام. لو أنا جبت بعدها كلمة up يبقى blow up معناها ينسف. خلينا في الاثنين دول ينفخ ويهب، يبقى sell sold sold blow blew blown. بعدها find يعني يجد، found found، see يعني يرى، saw seen، see saw seen، light يعني يضيء، ينور حاجة يعني light lit lit، began يعني يبدأ، began، teach معناها يعلم، teach told told gh silent teach told told. Okay. طيب بعد كده هناخد ال words وال opposites بتاعتها، الكلمات دي عكس بعضها. فأول كلمة عندنا end معناها ينتهي أو ينهي، start معناها إيه؟ يبدأ، weak يعني ضعيف، strong معناها قوي، cold معناها بارد، hot معناها حار، safe آمن، dangerous خطر، usual عادي، unusual غير عادي، fortunately يعني لحسن الحظ، unfortunately معناها لسوء الحظ، below below معناها أسفل، above أعلى، quickly يعني بسرعة، slowly يعني ببطء، warm يعني دافئ، cool معناها بارد، kind معناها طيب، وcruel معناها قاسي. وممكن تنفع on time. نقولهم تاني: end start below above weak strong quickly slowly cold hot warm cool safe dangerous kind cruel usual unusual fortunately unfortunately. Okay. بعد كده هناخد مع بعض الكلمات اللي بيجي معها حروف جر زي كلمة 5 days. لما يجي قبلها حرف الجر in 5 days معناها خلال خمس أيام، خلال خمسة أيام يعني في المدة الخمسة أيام دي أنا هعمل كده. يبقى مثلا إيه؟ I will travel to England، هسافر England in 5 days، خلال خمس أيام. أوكي؟ اللي بعدها the end of. The end of يعني نهاية كذا. كلمة of دي تعتبر ملكية، بيجي بعدها اسم اللي هي النهاية بتاعته هي دي. The end of the book مثلا، the end of the book يعني نهاية الكتاب، يبقى النهاية دي بتاعت الكتاب. Write down، كلمة write بعدها يكتب، write down معناها ايه؟ يسجل، يسجل ايه؟ كتابة. ماشي؟ يسجل الكتاب، يسجل حاجة بس في الكتاب. write down a story مثلا. for example معناها ايه؟ على سبيل المثال. واحنا دايما بنقولها for example كذا ونقول مثال. at a farm يعني في المزرعة، ودايما قلنا حرف الجر at بيجي مع الأماكن الصغيرة. look after، look after، after هنا مش معناها بعد، ولوك مش معناها ينزل، look after معناها يعتني به. أصل كلمة لوك دي بيجي مع حروف جر كتير، منها حرف الجر after أو الرابط after. after هنا بتغير معناها، تبقى معناها يعتني بيه. في look for يعني يبحث عن، look up
نافع عن كلمة قاموس look forward to يعني يتطلع إلى look at يعني ينظر إلى حاجات كتير. leaves on the trees leaves معناها الأوراق on the trees يعني على إيه؟ على الأشجار أوراق على الشجر. go down يعني إيه؟ ينزل الأسفل. important for يعني مهم لي important for me this subject هذه المادة is important for me مهمة إيه؟ ليا. okay ده كان بالنسبة لإيه؟ للكلمات مع حروف جر أو شوية تركيبات بتيجي مع بعضها كده زي كلمة how far is it to كذا. لما أحب أسأل عن المسافة اللي ما بين المكان اللي أنا فيه لمكان تاني أقول how far is it to كايو مثلا يعني ما إيه كم تبعد القاهرة عن هنا يعني لو حطيت هنا كايو مثلا يبقى هي كده معناها how far is it to كايو يعني قد إيه المسافة من هنا للقاهرة كم تبعد القاهرة عن هنا. اوكي ده طريقة السؤال. طيب the man with the light يعني الإيه الرجل with the light يعني اللي مش منور لا أنا الرجل اللي الماسك بالمصباح يعني الرجل اللي ماسك المصباح the man with the light الرجل اللي معاه المصباح. copy تيجي مع كلمة sentences يعني إيه copy معناها إيه ينسخ يعني اكتبها تاني ينسخ الجمل مش جمل الجمل. copy sentences يعني اكتب الجمل تاني. feel shy feel يعني ايه يشعر ب وقلنا قبل كده ان كلمه feel دايما يجي بعدها صفه feel shy يعني يشعر بايه بالخجل. feel happy يبقى يشعر بالسعاده. feel sad يبقى يشعر بالحزن. طيب give opinion يعني ايه يعني يعطي راي give opinion opinion معناها راي. 19th century England 19th century معناها ايه القرن الثامن التاسع عشر يبقى انجلترا معناها انجلترا في القرن التاسع عشر بيجيب underscore ما بين الكلمتين يبقى دول كلهم صفة للاسم اللي بعدها 19th century England يعني انجلترا اللي هي في القرن التاسع عشر زي كلمة دي مثلا two year old girl معناها ايه two year old girl معناها البنت اللي عمرها سنتين two year old معناها دي كلها عبارة عن صفة لكلمة girl make يعمل friends هنا بقى مش معناها يعمل أصدقاء معناها يصادق يعني يعمل صحاب يعني scary film معناها ايه فيلم مرعب اللي هو الافلام اللي بتيجي اليومين دول اللي فيها حاجات بتاكل بعضها دي scary film اوكي طيب انا عايز اقف لحد هنا عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم لكن انا عايز اقول لكم طريقه المذاكره اللي انا حابب اقولها بصوا انا دلوقتي عندي جمله اختياريه بتقول مثلا ناخد جملة أي جملة اختياري تقول إيه مثلا وأنا باجي أحلها مش بحل الجملة بس يعني لو قلت مثلا هنا طبعا شايفين لو قلت مثلا English is a popular language all not the world وجايب اختيارات بيقول over و above on و in طبعا كلنا اول ما نشوف الجملة بعمل ايه English is a popular language all the world على طول اختار ايه above لا مش on لا in لا يبقى هي over يبقى كده انا اخترت خلاص وعملت الجملة صح مين قال كده؟ انا مش عايزكم تذاكروا بالطريقة دي لا انا عايزكم تذاكروا كده
انا شفت الجمله كده، ارض كاتب ارض كاتبها، او ايه، هي تاخد وقت طويل وتعب شويه، لكن عمرنا ما هننسى اللي بنعمله. اقول انجلش، يبقى انا كده اتعلمت اكتب كلمه ايه، انجلش. طب انا مش عارف معناها ايه، ادور على معناها، يبقى انجلش معناها اللغه الانجليزيه، وعرفت ان بتبدا حرف كابيتال زي اللي انا شايفه قدامي. يبقى انا اتعلمت حاجات كتير، اول حاجه ان اعمل بانكتويشن صح، تاني حاجة إن أنا بعمل spelling صح ومعنى الكلمات بتثبت لوحدها. إيه كمان؟ is a popular. طب أنا مش عارف كلمة popular، أجيب معناها وأعرفها، يبقى محبوب أو مشهور. طب English is a popular language، يبقى أكتبها كمان مرة. إيه language دي؟ معناها لغة، يبقى أعرف معناها وأنا كتبتها كمان مرة. طيب English is a popular language، ده تركيب الجملة والسؤال اللي احنا خدناه في أول درسين خالص. يعني هنا noun عبارة عن فعل verb، بعدين هنا الفريز دي في محل مفعول، يعني a popular language. فين بقى popular language؟ all over، كلمة all over، over أكتبها هي كمان مرة. all over معناها في كل أنحاء، أنحاء إيه؟ في كل أنحاء the world. يبقى أنا أكتب ده world. ايه world معناها ايه؟ اشوف معناها لو مش عارف، يبقى العالم، يبقى لغة معروفة في كل انحاء العالم. يبقى انا استفدت ان انا عرفت spelling بتاع الكلمات وانا بكتبها، عرفت الجملة ازاي تتكتب، English is a popular language all over the world، عرفت التركيب بتاعي، عرفت الحروف الكابيتال والفول ستوب والحاجات دي كلها. يبقى انا مش بستفاد بس ان انا احل الاختياري، لا، انا بستفيد ان انا بكتب كل حاجه في الجمله، جمله وغيرها وغيرها وغيرها، وقطعه والمحتات، كل الحاجات اللي تقابلني في المذاكره اكتبها. الاقي ايدي اخذت على السبيلنج بتاع الكلمات، وعيني اخذت على تركيب الجمله، وانا بكتبها اقراها. English is a popular language all over the world. يبقى انا قريتها وعرفت معانيها وعرفت الـ punctuation وعرفت الـ spelling وعرفت التركيب الجرامر بتاعها، ده مضارع بسيط، وعرفت حاجات كتير قوي انا بستفيدها بالكتابه. يبقى ما اقفش عندي ان انا اختار الاجابه الصحيحه بس، لا، انا اتعب نفسي شويه واكتب واقرا اللي انا بكتبه، هتعلم اكتر وابقى شاطر جدا في الانجلش. يا ريت لو عجبكم الفيديو، يا ريت نعمل اشتراك في القناة وندوس على زر الجرس علشان يجي لنا الفيديوهات الباقية على طول بالترتيب، ونعمل لايك وشير للقناة عشان اصحابنا كمان يشتركوا ويستفيدوا هما كمان. اشوفكم في فيديو جديد مع مستر نسيم والانجليش. سلام.